فالآن مشاهدينا نتحول لمتابعة الأحوال الجوية. مصطفى ميزار في وقفة أخيرة، إليك مصطفى. شكرا هبة وشكرا إيمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 25 درجة والصغرى 15 درجة، الجو فيها معتدل. في الأسكندرية 22-16، الجو فيها معتدل. في مطروح 21-16 وفيها الجو معتدل. في بورسعيد 22-15، الجو فيها أيضا معتدل. في إسماعيلية 26-14، الجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 25 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، الجو فيها أيضا معتدل. في العريش 22-13، الجو فيها معتدل. في طابة 22-18، الجو فيها أيضا معتدل. في شرم الشيخ 38-20، الجو فيها حار. وفي الغردقة 28-20، مائل للحرارة بعض الشيء. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 30 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، الجو فيها حار. في أسوان 30 درجة أيضا والصغرى 19 درجة والجو فيها أيضا حار. في الوادي الجديد 29-15، الجو فيها مائل للحرارة. في شلاتين 29-21، مائل للحرارة. وأخيرا في حلايب 26-20، ويكون الجو فيها مائل للحرارة. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.